Yeah, you're right.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من الذين ذرية آدم ومن حملنا مع إبراهيم
الله العظيم. لا إله إلا الله، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله صدق الله العلي العظيم تعالى وبلغ رسوله النبي الكريم وعليه منا منكم أفضل الصلاة وأزكى التحيات والتسليم والحمد لله رب العالمين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم إنا تبنا إليك ولدنا يا وهاب اللهم اغفر لنا وتب علينا تواب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وفهمنا مما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعل حجة لنا لا حجة علينا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اتقنا المحل فضلك وجودك وكرمك وإحسانك على ما قرأناه من القرآن العظيم آمين واغفر اللهم ثواب ذلك وثواب مثل ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل بيتنا
ومن أنصنا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه وأرسلنا إليه أو حاطت به شفقة قلوبنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن قصدنا هذه القراءة لأجله وسببه وأنت تعلم باسمي ونسبي وأصولي وفرعي وحواشي من النسب والدين اللهم اجعل فداء له من النار اللهم اجعل هذا الدعاء فداء له من النار اللهم اجعل فداء له من النار اللهم اجعل فكاكا له من النار اللهم اجعل هذا الدعاء فكاكا له من النار اللهم اجعل فكاكا له من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة واغفر له وارحمه واجمعنا وإياه في دار كرامتك ومستقر رحمتك وعبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وأخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو كلمة مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته وريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زغ اللسان أو وقف بغير وقوف إدغام بغير مضغم إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو أعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى نعم النصير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من حملت فحملت، وأموات فبلغت، فكشف الله به الغمة، فكان خير أمة أخرجت للناس. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال أيضا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. والآن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليكم فقرات هذه الأرسية. فهذه تبج تقوف ونسيون وسواه كريسي وجيني إشالتما نفعاً نالو كاجرو بيه نسيوا حاتو دروا نسيوا جاعدية إكيسي وصفيني وبانكاو بياليو. إذن سيريونا مويو غرب تجياو شهولا جيونا كاو حسابي شيو شهاهي غرب تجياو شهولا شهيزي روو نالو كايا غرب جوي شدية قرآن جوي سلواني ونهان أحمد البدوي أحمد بعدها رجال شبيه لكلمة الومض يجوتوا لنا أستاذ الخفيف حسن مصالي، بعدها رجال شبيه كلمة التوضيح لكلمة الشكر لفضوات سليمان أبصنا رجال شبيه ونهانه فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا وهم
إلا وأنتم مسلمون.
namwesheleo mukali, namjitamtibishe, namjitayarishe, namfikirino hayati Mungu, namweshe ni namna yote ya uheshi. Izaheri saa ya mjilia mkiumlao hayati Mungu, mjio hayati Mungu ajine huo. Etiketi ya zibadiwa na mbali etiketi ya ukama ya Uislamu. Habaka usubala tuzi sawo. Eka mru hakuna, eka timi silamu, eka majuji ni hindi. Mamu hayati Mungu. Rabbena, Rabbena, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uli umi. La tamutunna ila wa antum muslimun. Mtiifeba ni ukama ya Uislamu. Rahma, maana huwa alladhi kala ya ayuhaladina amanu, enu ma'aminu. ومباو محسوس وقروا رويدا إيمانا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله إبان مرجو كان إيماني حافونا يكتب السلام حافونا مرجو كان السلام حاجم لكو حافونا من الرجل ليسوا سيدي لأكوها كميو ربنا هو ألا يعلم أن خلق هو اللطيف الخبير ويعلم أنك ممكن تتغير أي لحظة Mungu jokahai na segoni nejo kiro hayatao badidihe. Nejo kiri udabanihe. Nejo kiri ubadiliwa. Hena mna iyo, haleshe nizokaya, hama etiketi ya upaimbo hayatimbo jine uo, eno koya handari doka, kwenye na honda unisila. Yende imana haleshe nizokaya, imbikao, umrugo wawu niso ya wambao, na hendu fo, la ilaha illa Allah, أبو أمري أنا لسا عالم معنى كما لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو معنى أمركايا إبزا ياهو يوم نهيو إبتلو أنرو نقب أمان يوكايا كنوكا مبايكوها محياتين لذلك أنا مرمنا يقول لأيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون متيفة يهو أنا مشليهم فوراً أبو إيسا وكعفاني نمي قال يا زام أبا كل نفس الله يتد الموت كلها يموت كما تموت جهوب أين وانو أين مريون سنجوبا أزابا كل من عليها ثاني أين مريون ويدون أين هيمشي بعد البقاء لله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي يبقى بس كل من هيموت ونبيه واجوه يدا مقوة يشد الجوبا طيب لذلك طالما رغو يكاون سفرانا كل دمو جوه يدا فهي فالسيا جوه مليونين وهم يزنون وتزودوا فإن خير الزادي التقوى Na mfunge mbali zinjema, yekailia mbali zinjema yofunga hoye na hoso ni mamungu, uramura uramungu yoke jufungia, baduka we na imani misilamu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Lijawuli lija, haukama na mnyezi mungu hauzisiwa. Aba huwa yaala, yana huli khalaka, ala yaala man khalaka huwa latifu kabiru. Ama masuala manda yenu mkujudu yuzi ela wanea kamu hafuna heka timi sila mkujukai. Mabine ya unda hu, inna lathina kafaru wa matu wa humu kufaru. Wangu wa majimu izo mkuu ya janizo. Wabaki hafuna ya janiyo hata wajawa huna umbo wene mna iyo. Ulaika alayhi la'natullahi wa ule nerehla yenye zimu kanisa. Wa ule na haya mruoto ya umanawea wa mzirena upekotu na marahi. La'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'i. Awli zalika ya naho, yone dhane kawa na mruoto na msisi raha ya mangalie, ukamyezi mwaba, uwajuhupa, nongo na kafiri, wa ule na lehma ya mnyezi mwaba, Wawuhude na haina msaada wa jojo unikuwa adai ikaya upane. Wakaya uma otikuwa Takumu ruhu wa malaika tusafa la ya takalamuna ila Antila lahu rahmanu wa kala sawaba. Dhalika liyomu lhaftu famanshaa atakada ila arbima Inna anzarnaakum, inna anzarnaakum azaba mkariba. Yawma yanduru lmaru la qaddamat yada لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليه لأن اللي يموت هو كافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لذلك يقول الكافر يا ليتني كنت
الترابة الكلام ده هينفع؟ ايه بس فين انجرني من كل وهو من شمس رباني كيكا فتكايا او كايني سيكوه او يشياو يقول ايه هذا؟ عليهم أولئك لعنة الله بس قرروا احنا نمو نو يصف هو لمن يقولك اليوم لله واحد القهار او لكم يجب بسارة كيف خبرتك انا ولا هل يوم الروضة ساسينا يلونه خبات تنهر الهارة على القبر يقولوا اشتاتون قمدوا يا هندار اشتاتون فوهاتون هلكي ويسلموا يبين لو كان يجوه فاليك اسم السلام كان اوره الرائم طيب ده خلاص بعد نهلهم مرحلة الثالثة مرحلة يرارو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مجو هقاري هرجت شق هرجة موقف هرجة قرع يوكايا ويجن ليا لازم يعبديوا يوي مجو يجن ليا لازم يعبديوا ewe mungu wa eche nde ya lazimu ya abudiwa ewe mungu wa eche nde ya lazimu ya abudiwa iyaka na abudu wa iyaka na stai khalibaliku ewe kabati karika haruwa hayati unu hama shirk shirk iyo ni ajali ya haina nungu haruwa hayati wa dini wa mnu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه خلاص المرحلة الثانية إيه احسنوا إلى والديكم نمرلينو ومزاني أبو قبل نرلينو كيو وزايا وجنبي وعبديوا وزايا ربي وسيرازاوا روارين الزيمة شكل جنبي وروا عبدية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه خلاص ونجزي بالوالدين عملوا إيه وبالوالدين إحسانا ووزايا وردين رو وكيف نجزينه لو تجاو أو كما نجاو زنونا نزوري زفاني هايلا نغوري فانيونا زنزاو زكايب لسيهازو Nge miyezi mwaja zikubani. Chekawa siri zimeye, zidanganya. Ziti ya harima. Adresi ya tulazimu. Miyezi mwaja zikubani hata. Abogamo, hena mneyo wa mnora zote ngele yao. Wabilwalidaini ihsana. Heri hakao imbaba. Abogamo, umtani mwaja wano. Wanuwana. Ijo kiloke wana. Wanuwana anya. Ijo kiloke wana anya. Wa ukawanze imana nyao ukawanze